ثابت في التتويج بلقبين. أكيد نتذكر المحطات التاريخية لما نحرج عضو الإدارة التقنية الوطنية ولا كل أسماء اللي بدأت تعلقها من مدينة أكادير رفقة فريق حصرية أكادير سيبقى حضورها كبير في تاريخ لقاءات حصرية أكادير في مشوار هذا الفريق. تمشي على وسط الميدان لباتريك مارو بعدما تعلن التغيير في صفوف فريق أولمبيك سفي. التغيير من أجل البحث عن الحلول عن إغلاق المنافذ بعد دخول فيلمينا يوسف مرشد وكذلك بعد التغيير الأخير. التغيير الآن يبحث من خلال الإيقاف هذا النسيب. نرى تفاعل نادر